مشاهدي الشروق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية خاصة لكل متابعي قوس قزح. الليلة حلقة خاصة عن قدوم الشتاء، نتابع في قوس قزح اليوم فقرة بالهنا وحول تغذية الطلاب المدارس في فصل الشتاء. وفي فقرة باترونات موهبة سودانية وأعمال يدوية جديدة. أما في فقرة أطياف كالعادة مع خبيرة الاستشارية الأسرية وخبيرة التنمية البشرية أستاذ عفاف إبراهيم، هنتكلم عن موضوع التربية الذكية. أما في فقرة البنفسجي الليلة هنتكلم عن الأمراض الجلدية اللي بتصيب لنا التلاميذ في المدارس في فصل الشتاء. تابعونا. مشاهدي قوس قزح، مرحبا بكم في فقرة بالهنا. فقرة بالهنا زي ما عودناكم بتهتم بالتغذية وتأثيرها على حياتنا، بنهتم بعناصر غذائية مختلفة وعادات غذائية مختلفة هنتكلم عنها الليلة، موضوع جديد بس بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه، والليله موضوعنا عن تغذيه اطفال المدارس. احنا زي ما عارفين انه الوقت اللي بياخذوه الاطفال معظم الوقت بيكون في المدرسه، لانه هم بيطلعوا في الصباح بدري من الساعه 6 او 7 تقريبا وبيجوا متاخرين جدا. في ناس بيرجعوا الساعه 3، في ناس بيرجعوا الساعه 4 على حسب الترحيل وكده. السن اللي بيدخل بها الاطفال المدرسه برضو بقت مبكر، يعني زمان كانوا بيدخلوا في سن 6 سنوات، هسه بيجوا بيدخلوا رياض الاطفال، وقبل رياض الاطفال من والحضانات من عمر سنتين بيمتد السنوات الدراسيه المختلفه حد 15 و16 و17 سنة. ده وقت طويل من عمرنا أطفالنا بيدوه في المدارس، عشان كده لازم يكون عندهم تغذية مختلفة، يعني لأنه دي مرحلة النمو. موضوعنا الليلة تغذية أطفال المدارس، ومعايا اختصاصية التغذية دكتورة ريهام حسن. بنرحب بك في قوس قزح في فقرة بالهنا. أهلا بك دكتورة إيمان، وشكرا جدا على الاستضافة. يا ريهام، الأطفال والمدرسه والتغذيه ده يعني ده اهم موضوع من المواضيع المهمه جدا احنا بنتطرق لها، لانه بيكونوا في يعني مرحله النمو. انت بتنصحي شنو بصوره عامه في تغذيه الاطفال للمدرسه؟ يعني طبعا زي ما تفضلتي ان هم بيجوا بيخشوا المدرسه في اعمار ابدر شويه، زي ما قلتي زمان كان بيخشوا 6 7 او كده، بس هسه بيجوا في ما قبل التعليم المدرسي وفي الروضه وفي كده، غير انه بيخشوا بدري كمان بيجوا بيصحوا بدري جدا. بتكون دي المشكله شويه في الصحيان البدري، خاصه مع فصل الشتاء الدخل علينا، فبتقوم بالنسبه لهم القومه صعبه شويه، الاستعداد بيكون برضو يعني صعب بالنسبه لهم، خاصه في الاعمار الاولى، ناس اولى وثانيه وثالثه ابتدائي. فبتكون دي بالنسبه لهم مهمه صعبه جدا، يعني مشيت المدرسه دي. فلازم احنا ندعمهم. هندعمهم كيف؟ كاختصاصيين تغذيه هندعمهم غذائيا. شغلنا كله هيكون معظمه مع المزر مع الام. عايزينها تكون بالنسبه لنا كسوبر ماما، يعني اللي هي يعني من ناحيه الدعم، من ناحيه الاهتمام بالغذاء، من ناحيه الاهتمام حتى بالملابس بتاعتهم، من ناحيه السلوكيات داخل المدرسه. بيكون عايزه لها توصيات كثيره هي ذاتها تنقول لهم وتبرمجها لهم وتقدمها لهم بطريقه مبسطه. من الناحيه الغذائيه عندنا اهم حاجه الطفل اول يكون ماشي المدرسه الصباح، خاصه في فصل الشتاء، هنخصص الحته دي للشتاء بالتحديد، اللي هو الاعتماد الكلي على فيتامين سي. فيتامين سي طبعا زي ما عارفين انه عنده علاقه بسيطه جدا بنزلات البرد وبعلاقه بالشتاء وبكده. نسمع دائما يقول لك اشرب برتقال، اخذ عصير الليمون. عايزين نعرف ليه بالتحديد اخترنا فيتامين سي، لانه الحاجه الغايبه عن الناس او ما موضحه شويه. لانه دائما بنلقى انه في التركيب التشريحي بتاع الرئه نلقى انه زي ما بيقولوا المحيط بتاعه او الغشاء بتاع الرئه هو معظمه من فيتامين سي. المكون الاساسي له فيتامين سي، الخلايا ذاته يعني. ايوه الاغشيه المحيطه بالرئه. فبنلقى انه هو اللي بيدي الدعم والقوه للرئه وبيخليها يعني في حاله صحيه قويه. عشان كده بندعم الحته دي زياده بانه احنا برضه ناخذ فيتامين سي خارجيا من برا، عشان نحاول بقدر الامكان نقوي الحته بتاعت الرئه دي، لانه هي المسؤوله عن التنفس. هي لو الشخص عيا او البيبي عيا او الطفل في المدرسه عيا، معناته هتنهك الرئه، هتتعب الرئه في الجهاز التنفسي عامه هيتعب. يبقى بننصح بتناول فيتامين سي. كيف يا ريهام؟ يعني بنتناوله كيف؟ في صوره بنتناول، هو موجود في شنو؟ هو معروف انه هو موجود في الحمضيات،
موجود بصوره كبيره جدا مثلا في الـ في الـ في الكيوي في الـ في البرتقال في الـ في اليوسفي في الـ في الجريب فروت والحمد لله عندنا كثير. اعلى قيمه منه بنلقاها في الشطه الخضراء في قرن الشطه الخضراء. طبعا اطفال المدارس ما هنديهم شطه خضراء يعني الشطه الخضراء دي صحيه بصوره عامه يعني. هي الاختلاف بينه وبين الشطه الحمراء انه الشطه الخضراء القرن الواحد ممكن يوفر لي الحوجه بتاعتي في اليوم بالله من فيتامين سي القرن الواحد نعم يعني فيتامين سي موجود فيه اكثر من البرتقال اكثر من الجريب ايوه للدرجه دي وراه طوال في المرتبه الثانيه الجوافه وراه الكيوي وراه البرتقال الجريب فروت الليمون احنا مفتكرين الليمون والبرتقال أيوة. في المرتبه الاولى حتى في الجوافه موجود اكثر حاجه في صفقه الجوافه عشان كده كان زمان حبوباتنا حتى واحنا اطفال كان بيغلوا لنا ورق الجوافه بيدوا لنا يكون زي عنده كحه او كده أيوة فهي دي معلومه صحيحه انه بيتركز اكثر حاجه في الصفق بتاع الجوافه في الصفق. طيب ده بالنسبه للفيتامين سي. طيب تحضير الوجبه ذات الام مثلا طفلها ماشي المدرسه اذا كان في موسم شتاء او عموما الوجبه الصحيه اللي يشيلها معاه المدرسه مكوناتها شنو؟ طيب هو اهم حاجه طبعا بالنسبه للاطفال فتره الابتدائي في فتره المدارس بالتحديد لانه هم ديل احنا بنركز على في الابتدائي اكثر نعم. لانه هم ديل فتره النمو فتره نعم. عايزين تركيزهم يكون كويس عايزين انهم يكونوا مستحضرين دائما الكربوهيدرات الداخلهم لجسمهم تكون كويسه لانه نعم. عارفين انه احنا الغذاء بتاع العقل هو الجلوكوز نعم. ففي الفتره دي بنحاول تقسيمات الغذائيه يعني نتعامل مع الهرم الغذائي بصوره منظمه عشان ما نديهم حوجتهم. يعني شنو الهرم الغذائي؟ الهرم الغذائي اللي درسناه في الابتدائي ده هو برضه هم هيكونوا بيدرسوه اللي هو في المقام الاول عندنا منتجات الالبان عندنا الخضروات الفواكه اللحوم بيجي في القاعده النهائي في قاعده المثلث هو طبعا بادي كده نعم. في القاعده بتاعته في النهايه بتجي النشويات والكربوهيدرات والحاجات الزي يعني في القاعده معناته هي اكثر كميتها المفروض تكون اكثر في القاعده كميتها تكون اكثر نعم. لكن في الاهميه فوق في راس أيوة. المثلث منتجات الالبان ايوه نعم هو الكالسيوم وغيره نعم والبروتين نعم. طيب الوجبه المفروض تعد صحيا للطفل المدرسه المفروض ياخذ كوبايه اللبن كبدايه في البيت لبن نعم. دافي ويا حبذا لو كان معاه اليانسون لانه هو دائما موسع للشعب الهوائيه طارد للبلغم يعني عنده فوائد كثيره وغير كده طعمه مستحب ممكن للاطفال في اطفال كثير في المدرسه ما بحبوا كوبايه اللبن نعم. ممكن ندعم عليهم باليانسون او بالنعناع او بالقرفه او بالقرفه دي كلها حاجات منكهات. في نفس الوقت هي منكهات وتوابل مفيده جدا بالنسبه لفصل الشتاء. يا ريهام احسن يكون اللبن طازج ولا لبن بودره كفايه؟ لا هو الحليب طبعا الحليب الافضل أيوة. يعني حليب من مصدر موثوق يكون نعم. افضل. طيب اوكي ده بالنسبه لقبل هنا. طيب الوجبه ذاتها يعني مثلا بنحطها في صندوق او البوكس ده مفروض محتوياته تكون شنو؟ اكثر من اربع اصناف ولا صنف واحد؟ هو صنفين اها كويس جدا معقوله اللي هي محتوياتها شنو؟ ايوه اللي هي محتوياتها بيكون مالح ايوه وحلو حاجه مالحه وحاجه نعم. حلوه وكوبايه بتاعت عصير او العصير المعلب احنا ما بنحبسه كثير لكن لظروف الشيل بتاعته صح. بيكون هو الافضل طبعا أيوة صح فعلا. بس يا ريت نلجا للحاجات المغازيه حتى لما نوقعنا في اختيار زي ده نختار الاقل ضررا شويه اللي هي المشروبات نعم. اللي ما تكون غازيه تكون مايله لاكثر طبيعيه نعم. او يا ريت لو في الزمزميه الصغيره عملنا له عصير برتقال او لو البرتقال قلنا هيحمض ممكن نعمل عصير التفاح عصير الجوافه بالحليب دي نعم. ممكن تقعد شويه وما نعم. تاكسد يعني بسرعه أيوة. خاصه عصير الجوافه. طيب السندويش الثاني ممكن يكون حاجه مالحه بنحبس بقدر الامكان انه يكون داخله شويه بتاعت خضروات يعني لو عملنا جبنه ممكن نعمل معها خيار نعم. عملنا جبنه ممكن نعمل معها طماطم الطماطم مفيده برضو جدا بتحتوي على فيتامين سي بتحتوي على بوتاسيوم دي حاجات كلها بتدعم الجهاز المناعي بتاع الطفل. الشقه الثانيه الحلويات ممكن طبعا ما هنخد باستا ولا حاجات زي دي نعم. ولا جاتو ولا كده احنا بنحبس انه يكون مربى او عسل عشان ما نوازن بين المالح و الحلو. طيب التنوع بتاع الوجبات يعني مثلا في ناس لانه اسهل والامهات كلهم بيقوا شغالين الجبنه دي في الثلاجه اسهل حاجه نحشيها وانتهى الموضوع. التنوع خلال الاسبوع بتاع الوجبات ذاته يا ريت هي المزار الام زي ما قلنا قبل شوي احنا هنكلفها بمهام بتعتبر ان هي السوبر ماما نحاول بقدر الامكان يعني عملت لنا جدول في أيوة. ذهنها حتى نعم. يكون انه مثلا يوم السبت كده الاحد كده الاثنين كده او هو بيبدا من الاحد طبعا أيوة. الاحد الاثنين الثلاث نعم. ندخل اللحمه المفرومه ندخل البيض ندخل الجبنه يعني ما يكون تركيزنا على الجبنه والطحنيه زي ما قلت هم الاسهل نعم ايوه فعلا ايوه فلانه لخمه الصباح وكده هو ما تكسيت منها أيوة. بس عشان اللخمه بتاعت الصباح صح. فيا ريت حتى الحاجة
الحاجه دي لو تحضرت من بالليل، صنف من اللحوم، البيض سريع المسلوق ممكن يتجهز الصباح. نعم. ندخل نوع من البروتينات الثانيه البيضه، ممكن شاورما فراخ تتحضر بسرعه في البيت، لانه هم كمان الاطفال الايام دي يعني شويه يعني منفتحين، حب بيحبوا اكل البرة، اكل البرة فعلا. ايوه فريت شكل اكل البرة ده لو تحضر جوا البيت. طيب في ناس بتعتمد في غذائها انه ما يكون محضر من البيت، يشتروه من اي حته، فانت رايك شنو في الحته دي؟ وطيب اذا كانت في كافتيريا مثلا في المدرسه المقصف، أيوة. يعني دي المفروض تكون تحت رعايه وتحت اشراف يعني اخصائي تغذيه، ولا المفروض تكون كيف؟ والله هو طبعا بنحبذ انه يا ريت اخصائي التغذيه يكون عندها اشراف، ويا ريت انه في المدارس يكون في اختصاصيين تغذيه، خاصه في فتره الابتدائي اللي هي المراحل الاولى من المدرسه. نعم. لانه الضبط الحته دي مهم جدا. عشان زي ما قلنا هو يعني الأساس بتاعه كله هيبدأ من المرحلة دي فعلا. الأساس الذهني والتفكير والذكاء والحاجة دي كلها بتبدأ من المرحلة دي. فعشان كده محبذ إنه يكون فيه. في عدم وجوده بتكون الأم الفصل زي ما بيقولوا أو الأستاذة بتاعتنا، ممكن يكون في زي تنبيه مثلا مع كل حصة أو كده، يا ريت نركز على كده الشباب، مثلا لو اشتريتوا من المقصف حاولوا ما تاكلوا حلويات كثيرة. أيوة. ما تاكلوا الشيبس الجاهز الأطفال ذات نفسهم. أكيد. أيوة. إحنا نحاول نأكل الحاجات المفيدة عشان عقلنا ينمو سليم، عشان نبقى ذكيين، عشان كده يكون في تحفيز شوية من جانب المسؤول عن الفصل. يعني أنت بتنصحي برضو يعني يكون في يعني زي غران من المدرسة مثلا، ممنوع بيع المياه الغازية مثلا. أيوة. في الكافتيريا حتى المدرسة ممنوع، يكون في كنترول على المقصف ذاته إنه الحاجات ذاتها ما تخش، المشروبات الغازية ما تدخل المدرسة أصلا. أي الحاجات المعبئة في أكياس المحفوظة. الأمثلة كثيرة طبعا. في ظاهره بتاعت انه يخلوا فطور المدرسه قاعد ما يهبشوا وياكلوا حلويات من المدرسه يشتروا ويجوا راجعين، دي برضو ممكن تكون ظاهره مضره كثير يعني، لانه بيجوا بيشوفوها اسهل واحلى في الطعم، فياكلوا شوكولاته ياكلوا بسكويت وبيخلوا الوجبه ذاتها وبيجوا راجعين المدرسه يعني. ايوه. هي بتتفاجئ الام لما تجي حتى تذاكر ليهم، تطلع على الكراسات بتلقى انه الفطور لسه قاعد او الوجبه. نعم. لسه قاعده. نعم. فدي العلاج لها يعني. انا بشوف انه ممكن الام قبل ما يطلع المدرسه يصحى قبل المواعيد شويه بعشر دقائق حاجه، ياخذ حشوه صغيره. نعم. مع كوبايه الحليب او مع كوبايه العصير. نعم. تكون فيها نوع من البروتين الخفيف على الصباح، ياخده عشان حتى لو مشى هناك وساير اصحابه او مع التلاميذ الثانيين، على الاقل نكون احنا يعني دعمناه شويه. نعم. بحاجه الصباح. طيب الفتره ذاتها طويله يعني، مثلا نقول من الساعه 7 صباحا لحد ما يمشي المدرسه 3 4 حد ما يرجع بالترحيل، المسافه دي كلها وجبه واحده ما يعني ما بسيطه في رايك يا دكتور الهام؟ والله هي بسيطه طبعا. بس يلا ما في لها حل؟ كان في بريك ثاني تكون في وجبه ثانيه؟ البريك الثاني هو دائما بيدوهم بريك الصلاه او البريك في النص ده الفسحه او كده. نعم. لو كل ام حاولت خطط قطعه بتاعت فاكهه. نعم. هي الفواكه اللي بتستحمل تقعد. أيوة. تفاحه. نعم. برتقانه. نعم. الموز طبعا لا، الفراوله لا، الحاجات ممكن يعني يحصل لها تلف دي تلف بسرعه. لا. فزي الحاجات دي ممكن نعودهم انه في ثقافتهم دائما انه الفاكهه مهمه. لانه الدل بتدعم الجهاز المناعي بتاعه، بتخلي النزلات ما تمسكهم بسرعه. نوعيهم ونوريهم انه النزله بتجيهم في فصل الشتاء، لازم. نعم. نفهمهم الحاجه دي. نعم. لازم نفهمهم انه لازم يتناول كل يوم كوبايه بتاعت عصير. نعم. من واحده من الحمضيات. نعم. الموالح، اما برتقال او يوسفي او جريب او ليمون. هم طبعا الاطفال ما بحبوا الليمون شديد، لكن ممكن نتكي حبه على الجوافه وعلى البرتقال. نصائحك مهمه يا استاذ ريهام، وفعلا احنا دايرين نبقى سوبر مام عشان نقدر نجهز كل الحاجات دي، لكن عموما لو نظمناها وعملناها في جدول نفتكر انها بتكون احسن. احسن. شكرا لك جدا في استضافتك معنا، وريتينا حاجات كثيره، واكيد ان شاء الله هنستضيفك في حلقات جايه توضح لنا حاجات اكثر عن التغذيه والتغذيه العلاجيه. وشكرا لك مشاهدي قوس قزح، كانت فقرتنا الليلة عن تغذية أطفال المدارس، فقرة بلهنا انتهت، لكن فقراتنا لسه مستمرة، خليكم معنا بعد الفاصل.